مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن افتتاح سوق الأسهم اليوم ينضم معنا عبر الهاتف من حائل محلل الأسواق المالية محمد بن فريحان. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. حياك الله يا مرحبا، أنا من جدة بارك الله فيك. أهلا وسهلا فيك من جدة. بداية أستاذ محمد، كيف بتقيم المستوى الحالي للمؤشر عند مستويات 9140 نقطة، وهل سيواصل الصعود برأيك خلال الجلسات المقبلة؟ تفضل أستاذ محمد. أولاً ما شاء الله تبارك الله، يمكن السوق السعودي خلال العامين نتكلم حتى 2017 و2018 والآن دخلنا في 2019 وهو لا يزال يتلقى محفزات كثيرة جداً نراها تباعاً أول بأول، من ضمنها يمكن كان العام الماضي نقدر نقول هو عام القطاع البنكي اللي قاد المؤشر بشكل كبير جداً من مستويات 7000 إلى مستويات فوق 8500. كان هناك ارتفاع لأسعار الفائدة تباعا كذا مرة، فهذا حصل عنده قوي للقطاع المصرفي هو اللي قاد المؤشر. السنة هذه برضو لا نزال نأخذ كثير من المحفزات ابتداء من إعلانات نتائج الشركات للعام الماضي 2018 اللي أغلبها بشكل عام حققت نتائج إيجابية أفضل من السابق وأفضل من المماثل. برضو دخلنا في إيجابية أخرى في شهر مارس، كان عنده إدراج المؤشر العام للأسواق الناشئة فوتسي. أيضا في عندنا بإذن الله تعالى الشهر أغسطس القادم ننتظر إدخال الـ MSCI الأسواق الناشئة، هذه كلها تعتبر محفزات. والآن إحنا برضو لا نزال نتلقى محفزات للسوق، أسعار النفط لا زالت تحقق ارتفاعات من مستوى 50 دولار، الآن إحنا نقف عند 72 دولار، هذه كلها تعتبر محفزات إيجابية للسوق. الآن بدأنا في إعلانات نتائج الشركات للربع الأول 2019، وحتى هذه اللحظة يمكن 9 شركات أعلنت أغلبها كانت إيجابية، نهاية يمكن إعلان شركة زين زي ما رأيناه. فالحمد لله حتى الآن يعتبر السوق بشكل عام يعتبر هو إيجابي. ولكن لو تطرقنا له بشكل فني دقيق للوقوف عليه كتحليلية، نجد أن السوق الآن يقف عند مستويات مقاومة اللي هي 9200، هذه المنطقة تعتبر منطقة مقاومة فنية، يحتاج السوق أنه يتراجع الآن ويعمل بعض التراجعات كجني أرباح إلى مستويات تعتبر دعم جيدة، نتكلم عن 8900 8500 اللي هي تعتبر أيضا تماس لخط الاتجاه الصاعد للسوق. أتوقع منها بإذن الله تعالى حيكون هناك ارتداد ودخول أيضا دخول سيولة عالية شرائية تعطينا اختراقات إيجابية لمستويات المقاومة الحالية اللي هي 9200 بإذن الله تعالى. نعم، إذن التراجع سيكون تراجع صحي أستاذ محمد. نعم، للسوق السعودي. نعم، وضروري وأتمنى صراحة أن يكون هناك في تراجعات هذه إلى مستوى 8500. ممتاز جدا، وتعتبر منطقة 8500 هي منطقة دعم قوية، تجمع عندها متوسطات 50 و100 يوم وأيضا خط الاتجاه الصاعد، هذه تعتبر كلها مستويات مهمة، لو تراجع عندها المؤشر حنشوف عمليات دخول سيولة عالية جدا بإذن الله تعالى. نعم، حول أداء قطاع الإسمنت أستاذ محمد حاليا، وكلنا نرى يعني توجهات الدولة اليوم للمشاريع الحكومية، كيف ترى أداء هذا القطاع تحديدا في الوقت الحالي في السوق السعودي؟ تفضل. يوم وصل المؤشر عند مستويات 7000 يمكن رأينا كثير من شركات الإسمنتات تراجعت دون قيمتها الإسمية إلى مستويات 7 ريال و 8 ريال و 9 ريال، فكانت تعتبر فرصة. طبعا يمكن 2014 و2015 و16 و17 يمكن كانت من أسوأ السنوات على القطاع الإسمنت وقطاع التشيلي عامة بحكم التراجعات والركود العام في السوق العقاري، ما في هناك أي إنشاءات مشاريع لا سكنية ولا غيرها، في ذلك شيء طبيعي جدا، حتى الدول المجاورة ما كان هناك أي استيراد لتصدير الشركات لدينا، هذه كلها أعطت ركود للقطاع الإسمنت، ورأينا عملية انخفاض كثير جدا في نتائجهم المالية سنة عن سنة. ولكن أتوقع بإذن الله تعالى أنه ابتداء من العام الحالي بإذن الله تعالى بنهاية العام الحالي أتوقع أنه القطاع الإسمنتي وقطاع التشيد عامة حيشهد حركة بإذن الله تعالى ونمو، بحكم أنه الآن بدأنا نشاهد تحركات كثيرة على المشاريع اللي أطلقتها الدولة، مشاريع ضخمة جدا، يمكن الفترة الماضية العام الماضي كانت تحتية، الآن حنرى بإذن الله تعالى مع نهاية العام الحالي الأعمال اللي هي فوق التحتية واللي هي راح يكون لها تحركات من قطاع الإسمنت. نعم، قطاع التشييد عامة، فأتوقع بإذن الله تعالى أن الاستثمار في قطاع الإسمنت
خلال الفترة الحالية لمدة 3-4 سنوات قادمة حيكون من أفضل الاستثمارات بإذن الله تعالى. نعم، هل نستطيع القول أستاذ محمد أن قطاع الأسمنت سيكون أو سيتبادل الأدوار مع قطاع البنوك مستقبلا بعد سنتين أو ثلاثة في السوق السعودي؟ طبعا قطاع البنوك السنة هذه 2019 بحكم متابعتنا للتقارير والتصاريح اللي أطلقتها أعضاء جميع المجلس الفيدرالي الأمريكي بحكم إحنا ارتباطنا في الفائدة، انه ما راح يكون عندنا هذا العام اي ارتفاعات للفائده، معناته انه حيكون هناك ثبات في الفائده، وهذا الشيء يعني حيكون نوعا ما تراجع على القطاع البنكي، ما راح يكون نفس وتيره النمو اللي رايناه في السنتين الماضيه، فاتوقع انه حيكون هناك في قطاعات تتحرك. انا لازلت اقول انه باذن الله على قطاع التشييد وقطاع الاسمنتات بالذات انه يبدا الاستثمار فيه، وممكن باذن الله على نهايه العام احنا نشوف تحركات ونتائج ايجابيه افضل من السابق باذن الله تعالى. حتى استاذ محمد يعني مستقبلا ستكون هناك يعني المؤشر ستاخذ الاسواق الناشئه ايضا حيز من المؤشر برايك استاذ محمد؟ حتى الان يمكن لو لاحظنا من بدايه ادخال المؤشر ادراج المؤشر وبعض الشركات حدود 30 شركه في مؤشر فتشي الاسواق الناشئه، راينا يوميا حجاتين نتابع دخول سيوله كبيره جدا من المستثمرين الاجانب على هذه الشركات، واضح ان هناك في استثمار في السوق السعودي، واضح انه باذن الله تعالى السوق السعودي يستهدف مستويات عاليه باذن الله تعالى، وانا كنت اتكلم فيها دائما انه الدورات الاقتصاديه نقدر نقول انه دوره السوق العقاري انتهت يمكن من سنتين، دوره السندات اتوقع انه باذن الله تعالى عندنا هذا العام الى العام القادم بعدها حنبدا في دخول دوره الاسهم، متوقع لها انه يكون عندنا 5-6 سنوات قادمه باذن الله تعالى حتكون هي الدوره الخاصه بسوق الاسهم، وحنشوف ارتفاعات باذن الله تعالى وزخم وارتفاعات ايضا في السيوله الداخله للسوق سواء المحليه او خارجيه باذن الله تعالى، فباذن الله تعالى السوق موجود بارتفاعات عاليه نشاط باذن الله تعالى، ولكن من الآن يفترض على جميع المتداولين أنهم يبدون يأسسون للشركات اللي تستحق أن يكون هناك في استثمار لها، اللي وصلت إلى مستوى يعتبر متدنية اللي ذات عوائد، نبتعد عن الشركات الخاسرة الشركات المضاربة، ونحاول يكون هناك في يعني أكثر المحفظة 70% من المحفظة يجب أن تكون في أسهم ذات عوائد أسهم استثمارية، ولا يمنع 30% أن تخصص للمضاربة اللحظية. نعم ممتاز، إذا تحسن الارتفاع كما ذكرت أستاذ محمد هو مدعوم مع نمو السيولة. سؤال أخير أستاذ محمد حول نظرتك لقطاع البتروكيماويات، مدى تأثير هذا القطاع على حركة المؤشر السعودي برأيك؟ أتوقع أنه القطاع البتروكيماويات بالعكس يعني الآن جالس يشهد إيجابية وارتفاعات أيضا، وبحكم أنه هناك من منظمة أوبك ودول المصدرة عامة الحد من خارج أوبك اتفاق شاهدنا يمكن خلال السنتين الماضية إلى الآن في مسألة تحديد الإنتاج ومحافظة على أسعار النفط، إنه ما يكون هناك في عمليات تراجعات لها، وأيضا ما يكون هناك في ارتفاعات بالشكل الكبير اللي رأيناه يمكن في عام 2014 و2015، فثبات أسعار النفط وتماسكها في المستويات اللي تعتبر هي المستويات العادلة كانت للمصدرين او المستهلكين، فتعتبر هذه ايجابيه للقطاع البتروكيماويات والصناعات التكنولوجيه الأندية، ولا ننسى ايضا مساله ارامكو وشراء حصه في سابق، تعتبر هذه نوع من الدعم باذن الله على القطاع البتروكيماويات. نعم، اذا شكرا لك محلل الاسواق الماليه الاستاذ محمد بن فريحان، شكرا واهلا وسهلا فيك.